تحياتي. كنت نفضل ان ندير لكم لايف، انما لظروف فانا سجلت لكم هذا الفيديو هذا باش تشوفوا هذه المنطقه فين كانت واجده الان في ضاحيه ميشي بيتسبرغ، ضاحيه بيتسبرغ. نحن الان امام مطعم كباب، كباب كينج. المتاجر في جميع الأنحاء، وسط طبيعة خلابة، أشجار، مختلفة كبيرة وصغيرة، محلات تجارية في كل مكان، لن تمل من مشاهدة الأجواء. سنتعشى في هذا المطعم مطعم كباب كينج. إلى هنا أترككم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي.